بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. نحن الكتيبة 111 مشاة تابعة للمنطقة العسكرية الوسطى، منفذين لتعليمات السيد القائد الأعلى للقوات المسلحة بالجيش الليبي التابع لوفاق حكومة الوفاق الوطني. نحن الآن متواجدون في أحد المحاور القتالية، وذلك للدود والدفاع عن الحرية وعن المكتسبات وكذلك وفاء لدماء الشهداء. طبعا هذه الوحدات العسكرية وهي كتيبة مشاة من أحد الكتائب التابعة لرئاسة الأركان الحاملة للرقم 111 مشاة، ينطوي تحت من العديد من الضباط وضباط الصف والجنود الحاملين للأرقام العسكرية. هذه الكتيبة تم تأسيسها منذ بداية حكومة السيد الكيب في زمن السيد رئيس أركان يوسف المنقوش. تلقينا العديد من التدريبات والعلوم الأمنية والعسكرية، قمنا بالعديد من المناورات، ونحن الآن موجودون في أحد المحاور للدود والدفاع عن شعبنا الليبي العظيم. هذا الشعب الذي لا يأبى إلا أن يعيش حرا أبيا فوق أرضه. كذلك لا نريد أن نوجه رسالة إلا للمغتصب، لأن أبناء الشعب الليبي هؤلاء كلهم أبناء شعبنا، ونحن موجودون هنا للدفاع عنهم، ونحن جيشهم الذي يمثلهم والذي يحميهم من الغزاة برا وبحرا وجوا. وعاشت ليبيا حرة أبية، وعاشت نصراتها على الأعداء عصية. شكرا.